اتهمت الخارجية الروسية الغرب بالبحث عن أي ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق. أشارت الخارجية لأن روسيا مستعدة لتلك السيناريوهات وستقوم بكشفها، واضحة أن موسكو طلعت على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بخصوص سوريا، وعلى ما يبدو أن التهديدات هي اللغة الوحيدة التي تتحدث بها واشنطن في الوقت الحالي على حسب تعبير الخارجية، محذرة واشنطن وحلفائها من أي خطوات متهورة جديدة في سوريا.